برعاية نقابة أطباء سوريا. إحنا على هامش هذا المؤتمر دعينا وفد فرنسي للمشاركة فيه من ناحية، ومن ناحية تانية للإطلاع على ما يجري حقيقة في بلدنا الحبيب في سوريا. في ضمن هذا الإطار نظمنا كذا لقاء لهم، لقاءات سياسية ولقاءات ثقافية، ومنها هالندوة هي مفتوحة للشكل للعموم يعني للنقاش، مشان نتناقش معهم حول دكتور إعادة أعمار سوريا، بالذات في المجال الصحي. في هذا اللقاء سنناقش موضوع هام، ما تعرضت له سوريا أثناء هذا الحرب، ما تعرضت له سوريا من تدمير، وخاصة في المؤسسات الصحية من مشافي وعيادات ونقاط طبية وعيادة ومراكز طبية. الهدف من هذا الحوار معرفة كيفية مساهمة الشعب الفرنسي. نحن نعول كثيرا على الشعب الفرنسي وليس على الحكم الفرنسي. بصفتي مواطنة فرنسية في هذا العالم، أنا فخورة جدا بوجودي هنا اليوم في هذه الظروف الراهنة، ورغبتي في أن أكون بجانب سوريا والشعب السوري في محنتهم، حتى أتابع العمل الذي بدأت به في سوريا منذ سنوات طويلة بما يتعلق بسرطان الثدي منذ أكثر من 10 سنوات.